تستمعون إلى مغامرة المترجم اليوناني، تأليف آرثر كونان دويل، من مغامرات شيرلوك هولمز، بصوت إسلام عادل. خلال مدة معرفتي الطويلة الوطيدة بشيرلوك هولمز، لم أسمعه قط يشير إلى علاقاته أو إلى بداية حياته، وقد زاد هذا التكتم من الانطباع غير الإنساني الذي تولد في نفسي تجاهه، حتى وجدت نفسي أنظر إليه كظاهرة متفردة، كعقل دون قلب. ذلك لأن تفوقه العقلي وذكاءه الخارق كان يكافئ عجزه عن إظهار أي تعاطف إنساني. لقد كان ذا شخصية باردة المشاعر، اتفق أن اجتمع لها النفور من النساء مع العزوف عن عقد الصداقات، ولم يكن ذلك كله ليعدل كتمانه أي معلومات عن أهله وخاصة عشيرته، حتى بت أعتقد أنه يتيم بلا أقارب، إلى أن أصابني بدهشة شديدة ذات يوم حين بدأ يتكلم عن أخيه. كان ذلك بعد تناول الشاي في مساء أحد أيام الصيف، حين دار الحوار بيننا في موضوعات مختلفة، فانتقلنا من الحديث عن نوادي الجولف إلى ميلي دائرة البروج، ثم تطرق الحديث أخيرا إلى أثر الوراثة في تكوين الصفات والملكات. وكانت النقطة التي رحنا نناقشها هي القدر الذي تساهم به الوراثة في تشكيل المواهب الفردية العظيمة التي نملكها، والقدر الذي تساهم به الخبرة المبكرة في الحياة. قلت: بالنسبة إليك يبدو من الواضح بعد كل ما أخبرتني به أن الفضل في قدراتك في الملاحظة ووسائلك الغريبة في الاستنتاج يعود إلى تدربك المنظم وجهدك الشخصي. أجاب بعد تفكير عميق قائلا: إلى حد ما، فقد كان أجدادي من كبار ملاك الأرض في الريف، ويبدو أنهم عاشوا حياة طبيعية بالنسبة إلى طبقتهم الاجتماعية، ولكن ربما حملوا في دمائهم عاملا ورثته عنهم لأصبح ما أنا عليه الآن. يمكن أن أكون قد ورثت ذلك عن جدتي التي كانت أخت فرني الفنان الفرنسي، والفن قد يجري في العروق ليأخذ أشكالا غريبة. ولكن كيف عرفت أن الأمر وراثي؟ لأن أخي مايكروفت يملك هذه الموهبة بدرجة أكبر مني. كانت تلك أخبارا جديدة بالنسبة إلي، فلو كان في إنجلترا رجل آخر يملك هذه القدرات الرائعة، فكيف لم يسمع به الناس؟ طرحت السؤال وأنا ألمح إلى أن تواضع رفيقي هو الذي جعله يقر بأن أخاه يفوقه. وعندها سخر هولمز من تلميحي وقال: يا عزيزي واتسون، أنا لا أتفق مع الناس الذين يعتبرون التواضع من الفضائل، فالمفكر الحقيقي يجب أن يرى حقيقة كل الأشياء كما هي، وتقليل المرء من قيمته يبعده عن الحقيقة بنفس القدر الذي تبعده به المبالغة من قدراته. ولذلك فعندما أقول إن قدرات مايكروفت في الملاحظة أفضل من قدراتي، فيجب أن تعرف بأنني أقول الحقيقة المطابقة للواقع تماما. هل هو أصغر منك؟ بل أكبر مني بسبعة أعوام. ولماذا هو غير مشهور إذن؟ بل هو مشهور جدا ضمن محيطه وبيئته. أين مثلا؟ حسنا، في نادي ديوجنز على سبيل المثال. لم أسمع بهذا النادي من قبل، ولا بد أن ذلك قد ظهر في وجهي. فقد سحب هولم ساعته فنظر إليها ثم قال: إن نادي ديوجنز من أكثر الأندية غرابة، وأخي يوجد هناك دائما بين الساعة الخامسة إلا ربع والساعة الثامنة إلا ثلث. إنها ساعة السادسة الآن، فإذا أردت أن تتمشى في هذا المساء الجميل فيسعدني أن أعرفك إلى تحفتين غريبتين. بعد خمس دقائق كنا في الشارع متجهين إلى ميدان ريجنت. قال رفيقي: أنت تتساءل لماذا لم يستخدم مايكروفت قدراته في العمل مخبرا سريا؟ حسنا، إنه لا يقدر على ذلك، ولكني ظننت أنك قلت. قلت إنه يفوقني في قوة الملاحظة والاستنتاج المنطقي، فلو كان عمل التحقيق يبدأ وينتهي من فوق كرسي مريح لكان أخي أعظم محقق على الإطلاق، ولكنه لا يملك الطموح ولا الطاقة
فهو لن يبذل أي جهد ليثبت نتيجة تفكيره والحل الذي توصل إليه، بل إنه يفضل أن يعتبروه مخطئاً على أن يتكبد مشقة إثبات صحة رأيه. لقد أخذت إليه مشكلة بعد أخرى وتلقيت منه التفسيرات التي ثبت صحتها فيما بعد، وبالرغم من ذلك فهو غير قادر على بذل مجهود في النقاط العملية التي يجب التحقق منها قبل أن توضع القضية أمام القضاء. إنها ليست مهنته إذن؟ بالطبع، فالذي أعتبره أنا وسيلة للعيش يمثل إليه مجرد هواية لفنان. مايكروفت له قدرة استثنائية مع الأرقام، ولذلك فهو يدقق في حسابات إحدى الإدارات الحكومية وهو يسكن في شارع بول مول، وهكذا فهو يمشي حول الركن كل صباح حتى يدخل شارع وايت هول، ثم يعود كل مساء إلى مسكنه. ومن عام إلى آخر فهذا هو التمرين الوحيد الذي يقوم به، ولا يراه أحد إلا في نادي ديوجنز الذي يقابل سكنه. أنا لا أستطيع تذكر هذا الاسم. الاحتمال الأكبر ألا تعرفه، إن بعض الناس لا يرغبون في صحبة الآخرين كما تعلم، إما بسبب الخجل أو بسبب بغض الاختلاط والخوف من الناس، ولكنهم مع ذلك يحبون المقاعد المريحة وقراءة المجلات. وقد أنشئ نادي ديوجنز لتوفير الراحة لهؤلاء، وهو يضم الآن أقل رجال المدينة اجتماعية وحبا للاختلاط، وليس مسموحا لأي من أعضائه بإبداء أدنى اهتمام بالأعضاء الآخرين، وغير مسموح بالكلام على الإطلاق إلا في غرفة الغرباء. فإذا ارتكب أحد الأعضاء 3 مخالفات وانتبهت الإدارة إلى أخطائه، يكون المخالف عرضة للطرد. إن أخي هو أحد مؤسسي هذا النادي، أما أنا فقد وجدت جوه مهدئا للأعصاب. وصلنا إلى شارع بول مول في أثناء كلامنا، وحين اقتربنا من النادي توقف هولمز وحذرني من الكلام. دخلنا بعد ذلك إلى صالة النادي، ومن خلال لوح الباب الزجاجي لمحت غرفة أنيقة واسعة يجلس فيها عدد من الرجال يقرؤون الصحف، كل واحد في زاويته الصغيرة الخاصة. قادني هولمز إلى غرفة صغيرة تطل على شارع بول مول، وبعد ذلك تركني قليلا ثم عاد ومعه رفيق عرفت أنه لا يمكن أن يكون إلا أخاه. كان مايكروفت هولمز أكثر ضخامة وقوة من شيرلوك، كان جسمه بالغ الضخامة، أما وجهه العريض فقد احتفظ بشيء من حدة الملامح التي تميز وجه أخيه، وكان لون عينيه رماديا فاتحا بدرجة غريبة، ولهما نظرة عميقة ذاهلة ألاحظها فقط في عيني شيرلوك حين يبدأ في استخدام قواه الكاملة. قال وهو يمد إلي يده العريضة: أنا سعيد برؤيتك يا دكتور، فقد أصبح شيرلوك مشهورا منذ بدأت بكتابة قصص مغامراته. حسنا، لقد توقعت رؤيتك في الأسبوع الماضي يا شيرلوك لتستشيرني في قضية بيت مالك العزبة، فقد ظننت أن الأمر أكبر من قدراتك قليلا. قال صديقي بابتسامة: لا، لقد حللته، كان آدمز بالطبع. أجل، لقد كان آدمز، لقد كنت واثقا منذ البداية. جلس الاثنان معا تحت مشربية النادي المقوسة، وقال مايكروفت: هذه هي البقعة المناسبة لدراسة الجنس البشري، انظر إلى هذه النماذج الرائعة من البشر، انظر إلى هذين الرجلين القادمين باتجاهنا على سبيل المثال. أتقصد الرجل الذي يسجل نقاط الفوز في لعبة البلياردو ومن معه؟ تماما. ماذا تعتقد الآخر؟ توقف الرجلان عند النافذة، وكانت بعض آثار الجير العالقة على جيب معطف أحدهما هي علامة البلياردو الوحيدة التي استطعت رؤيتها، أما الآخر فكان ضئيلا داكن البشرة يرجع قبعته إلى الخلف ويحمل عدة رزم تحت ذراعه. قال شيرلوك: إنه جندي قديم كما ألاحظ. أضاف أخوه قائلا: وقد سرح حديثا جدا.
أرى أنه قد خدم في الهند وهو من ضباط الصف. قال هولمز: أتخيل أنه من المدفعية الملكية. وهو أرمل، ولكن عنده طفل. بل أطفالا يا ولد العزيز، أطفالا. قلت ضاحكا: على رسلكما هذا مبالغ فيه قليلا. أجابني هولمز: بالتأكيد ليس صعبا. استنتاج أن رجلا بهذه القامة وتعبير السلطة على وجهه وبشرته التي سفعتها الشمس هو جندي ذو رتبة، وأنه قد جاء من الهند منذ وقت قريب. أضاف مايكروفت قائلا: وقد عرفت أنه لم يترك الخدمة إلا من وقت قريب، لأنه ما زال يرتدي الحذاء العسكري. قال شيرلوك: ليست عنده خطوة الفرسان الواسعة، برغم من ذلك فهو يرتدي قبعته على جانب واحد، وهذا يظهر من المنطقة الفاتحة اللون على ذلك الجانب من حاجبه، كما أن وزنه لا يسمح بأن يكون مهندسا عسكريا، فهو في المدفعية إذن. أضاف مايكروفت: بعد ذلك يظهر حداده الكامل أنه فقد شخصا عزيزا عليه، ويدل قيامه بالتسوق وحده على أنها زوجته. وقد كان يشتري أشياء للأطفال كما تلاحظ، ومن بين هذه الأشياء لعبة لطفل صغير جدا، فمن المحتمل أن الزوجة قد ماتت في أثناء الولادة، كما أنه قد اشترى أيضا كتاب صور للأطفال، مما يظهر وجود طفل آخر يفكر به. بدأت أفهم معناه صديقي عندما قال إن قدرات أخيه الاستنتاجية تفوق قدراته. نظر شيرلوك هولمز إلي وابتسم، أما مايكروفت فقد قال: بالمناسبة يا شيرلوك، عندي شيء سيعجبك، مشكلة شديدة الندرة عرضت علي لإبداء الرأي فيها، ولكنني لا أملك القوة لمتابعتها إلا بطريقة غير مكتملة، ولكنها أعطتني أساساً لبعض التخمين المرضي، فإذا كان يهمك سماع الحقائق. هذا يسعدني يا عزيزي مايكروفت. كتب الأخ ملاحظة على صفحة من مفكرته، ثم دق الجرس ليعطي الورقة للنادلي وقال: لقد طلبت من السيد ميلاس أن ينضم إلينا، إنه يسكن فوق الطابق الذي أسكن فيه، وتجمعني به معرفة بسيطة، مما جعله يلجأ إلي لأساعده في أمر يحيره. السيد ميلاس من أصل يوناني كما فهمت، وهو عالم باللغات، ويكسب جزءا من معيشته من عمله مترجما في المحاكم القضائية، والجزء الآخر يكسبه بعمله مرشدا لبعض العائلات الثرية التي تقيم في فنادق طريق نورث ممبرلاند، وسوف أتركه ليروي لكم قصته بنفسه. انضم إلينا بعد عدة دقائق رجل قصير بدين يظهر أصله الجنوبي من لون وجهه الأسمر وشعره الداكن، بالرغم من أن حديثه يدل على رجل إنجليزي مثقف. صافح شيرلوك هولمز بحرارة ولمعت عيناه بسرور حين عرف أنه متشوق إلى سماع قصته. كانت نبرة الشكوى واضحة في صوته وهو يقول: لا أظن أن الشرطة يمكن أن يصدقوا كلامي، لا أظن، لأنهم لم يسمعوا بشيء مماثل من قبل. يعتقدون أن مثل هذا الشيء لا يمكن أن يحدث، ولكنني أعرف أنني لن أطمئن بالا إلا إذا عرفت مصير ذلك الرجل المسكين ذي الشريط اللاصق على وجهه. نحن الآن في مساء الأربعاء. حسنا إذن، فقد حدث الأمر في ليلة الاثنين. لقد حدث كل شيء منذ يومين فقط. لابد أن جاري أخبركما أنني مترجم، وأنا أترجم نصوصا من لغات كثيرة، ولكن لأنني يوناني المولد والاسم فقد ارتبطت على وجه الخصوص بتلك اللغة. أنا رئيس المترجمين اليونانيين في لندن، واسمي معروف تماما في الفنادق، ويحدث كثيرا أن أستدعي في أوقات غير مألوفة لمساعدة أجانب يتعرضون إلى صعوبات، أو بوساطة مسافر يرجو المساعدة. ولذلك لم أدهش ليلة الاثنين الماضي عندما جاء السيد لاتيمر، وهو شاب يرتدي ثيابا أنيقة جدا، إلى مسكني وطلب مني مصاحبته في عربة أجرة
كانت تنتظرنا عند الباب، فقد جاء صديق يوناني لزيارته في عمل كما قال. وحيث إن هذا الصديق لا يتحدث إلا اليونانية، فقد تطلب الأمر وجود مترجم، وقد أفهمني أن منزله بعيد في كنغستان، كما أنه بدا مستعجلا جدا، حتى إنه حثني على الإسراع إلى داخل العربة حين نزلنا إلى الشارع. في البداية ظننتها عربة أجرة كما قلت، لكنني أدركت سريعا أنها عربة خاصة، فقد بدت أوسع من عربة الأجرة العادية ذات العجلات الأربع التي تسيء إلى صورة لندن. وبالرغم من أن الفرش مهترئ إلا أنه كان من نوعية فاخرة. جلس السيد لاتمر مقابلي، وانطلقنا باتجاه تقاطع تشارينغ كروست، ثم عبرنا شارع شافتسبيري. وعندما وصلنا إلى شارع أوكسفورد خطرت بإلقاء بعض الملاحظات، قائلا إن هذا الطريق لا يتجه إلى كينغستون مباشرة، ثم توقفت عن الكلام بسبب تصرف غريب من مرافقي، فقد سحب من جيبه هراوة مرعبة مطعمة بالرصاص، وأخذ يلوح بها إلى الأمام وإلى الخلف عدة مرات كما لو كان يختبر وزنها وقوتها. بعد ذلك وضعها على المقعد المجاور له دون أن ينطق بكلمة. بعد أن فعل ذلك قام بإغلاق النوافذ على الجانبين، ولدهشتي وجدت أن النوافذ مغطاة بورق لمنعي من الرؤية من خلالها، وقال: أنا آسف لحجب الرؤية عنك يا سيد ميلاس، في الحقيقة لا أريد أن تعرف المكان الذي سنذهب إليه، فليس مما يوافقني أن تتمكن من الوصول إليه مرة أخرى. أدهشني هذا الكلام دهشة عظيمة، فقد كان مرافقي شابا قويا عريض المنكبين، وحتى لو لم يحمل معه ذلك السلاح فما كنت لأملك أدنى فرصة للفوز إذا تعاركت معه. فتمتمت قائلا: هذا التصرف غير عادي يا سيد لاتمر، يجب أن تدرك أن ما تفعله غير قانوني على الإطلاق. في الأمر انتهاك لحريتك بلا شك، ولكننا سنعوضك على أي حال يا سيد ميلاس. أما إذا حاولت أن تستغيث أو تفعل أي شيء ضد إرادتي في أي وقت من هذه الليلة فسوف تعرض نفسك إلى مشكلة خطيرة. وأرجو أن تتذكر أن أحدا لا يعرف مكانك، وأنك تحت سيطرتي سواء كنت في هذه العربة أو في منزلي. كانت كلماته هادئة، ولكن طريقته حملت الكثير من الوعيد. فجلست في صمت أفكر في السبب الذي دعاه إلى اختطافي بهذه الطريقة الغريبة. وأيا كان السبب فقد بات واضحا أن المقاومة ما كانت لتفيد، وأنه لا يسعني سوى الانتظار لمعرفة ما سيحدث. استمرت الرحلة ساعتين من غير أن أصل إلى أدنى فكرة عن المكان الذي سنذهب إليه. فتارة أسمع خشخشة الحصى مما يدل على طريق غير ممهد، وأحيانا تنبئ طريقة سيرنا الهادئة الناعمة بطريق ممهد. وباستثناء هذه الأصوات المختلفة لم أستطع العثور على أي سبيل يساعدني في معرفة المكان الذي سنذهب إليه. فالورق الذي غطى النوافذ منع دخول الضوء، أما الزجاج الأمامي فقد غطته ستارة زرقاء. كنا قد غادرنا شارع بولمول في الساعة 7:15، وأشارت ساعتي إلى الساعة 9:10 حين توقفنا أخيرا. فأنزل مرافق النافذة، فلمحت مدخلا منخفضا على شكل قوس يعلوه مصباح مضاء. وحين دعيت إلى الإسراع في مغادرة العربة فتح الباب، ووجدت نفسي داخل المنزل، وقد أحسست بوجود أشجار ومرج عشبي على يميني ويساري حين دخلت. كان في الداخل مصباح ملون، وقد جعل ضوءه خافتا بحيث لم أستطع رؤية أي شيء سوى ملاحظة أن الصالة كانت واسعة إلى حد ما ومليئة بصور معلقة على الجدران. وقد استطعت في ذلك الضوء الخافت ملاحظة أن الرجل الذي فتح الباب كان رجلا ضئيلا متوسط العمر لئيم الطلعة قوي الجسم. وحين استدار ناحيتنا أظهرت لي ومضة الضوء أنه يرتدي نظارات، قال: هذا هو السيد ميلاس. حسنا، لا نية لنا في إيذائك يا سيد ميلاس كما أرجو،
ولكن لا يمكننا الاستمرار دونك. فإن تعاملت معنا بشكل جيد فلن تندم على ذلك، ولكن فليساعدك الله إذا حاولت خداعنا. تحدث بطريقة عصبية متشنجة تخللتها ضحكة قصيرة مجلجلة، فسألت: ماذا تريد مني؟ نريدك فقط أن تسأل سيدا يونانيا محترما يزورنا عدة أسئلة وتخبرنا بإجابته، ولكن دون أن تقول أكثر مما أطلب منك، وإلا. ثم عاد ليقهقه بعصبية مرة أخرى وأكمل قائلا: ستتمنى أنك لم تولد قط. فتح الباب وقاد الطريق وهو يتكلم إلى غرفة بدأنها مفروشة بثراء، لكن الضوء الوحيد الموجود كان مصباحا خافتا. كانت الغرفة كبيرة بالتأكيد، وعرفت حين غاصت قدماي في السجادة مدى فخامتها، كما لمحت مقاعد مخملية ورفا أبيضا رخاميا للمدفع، بالإضافة إلى ما بدا أنه حلة من حلل الجيش الياباني في أحد جوانب الغرفة. رأيت مقعدا تحت المصباح مباشرة، وطلب مني الرجل الأكبر سنا أن أجلس عليه في حين غادر الأصغر الغرفة، لكنه لم يلبث أن عاد وهو يقود سيدا محترما يرتدي ما يشبه رداء النوم ويتجه نحونا ببطء. وحين اقترب إلى دائرة الضوء الخافت استطعت رؤيته بوضوح، فارتعبت من منظره. كان بالغ النحافة وذا عينين بارزتين لامعتين، كأن قوة روحه تفوق قوة جسده، وقد بدا شاحبا شحوب الموتى. ولكن ما صدمني حقا أكثر من مظاهر ضعفه الجسدي وأن جسده كان ملفوفا بشريط لاصق على شكل متقاطع، وقطعة أخرى كبيرة ملصقة على فمه. صح الرجل الأكبر سنا عندما سقط هذا الغريب على مقعد. هل معك القائمة يا هارلود؟ هل يداه طليقتان؟ إذن أعطيه القلم الآن. ستسأل الأسئلة يا سيد ميلاس، وهو سيكتب الإجابة على الأوراق. اسأل، هل هو مستعد للتوقيع على الأوراق؟ توهجت عينا الرجل ثم كتب على اللوح: أبدا. سألته بطلب من خاطفنا: ولا حتى في أي ظرف؟ كتب فقط: إذا زوجها قس يوناني أعرفه بحضوري شخصيا. قهقه الرجل بطريقته الحقودة وقال: أتعرف ما ينتظرك إذن؟ كتب: افعل بي ما تشاء فلن أهتم. هذه عينة من الأسئلة والإجابات التي شكلت محادثتنا الغريبة، التي كان نصفها مكتوبا ونصفها الآخر منطوقا، وكان علي مرارا وتكرارا أن أعيد سؤاله عما إذا كان سيستسلم ويوقع الوثيقة، وفي كل مرة أتلقى نفس الرد الغاضب. وفجأة خطرت لي فكرة موفقة، فبدأت بإضافة جمل صغيرة في نهاية كل سؤال. في أول الأمر بدأت بجمل بريئة: لا أعرف ما إذا كان الرجلان المرافقان لنا سينتابهما الشك في الأمر. وبعد ذلك حين وجدت أنهما لم يظهرا أي علامات على فهم ما يحدث، بدأت بتنفيذ لعبة أخطر. فجرت محادثتنا على الشكل التالي: لن يفيدك هذا العناد بشيء. من أنت؟ لا يهمني، أنا غريب عن لندن. سيكون مصيرك بين يديك. منذ متى وأنت هنا؟ فليكن 3 أسابيع. لن تكون الملكية لك أبدا. ما سبب مرضك؟ لا يمكنني تركها للأوغاد، إنهم يقومون بتجويعي. سنحررك بعد أن توقع. ما هذا المنزل؟ لن أوقع أبدا. لا أعرف. أنت بذلك لا تساعدها. ما اسمك؟ دعني أسمع ذلك منها. كراتيتس. ستراها إذا وقعت. من أين أنت؟ لا نراها أبدا إذن. أذنا، لو أمهلوني 5 دقائق أخرى يا سيد هولمز لكنت انتزعت القصة كاملة بالحيلة، فلربما وضح سؤال التالي الأمر كله. لكن في تلك اللحظة فتح الباب ودخلت الغرفة امرأة لم أستطع رؤيتها بوضوح كاف ليعرف أكثر من أنها طويلة رشيقة وتلتف برداء أبيض واسع. قالت بإنجليزية ذات لكنة ضعيفة: هارلود، لا أستطيع البقاء بعيدا وقتا أطول. المكان موحش في الأعلى، مع
يا إلهي إنه بول. كانت هذه الكلمات الأخيرة باللغة اليونانية، وفي نفس اللحظة نزع الرجل الشريط اللاصق عن شفتيه بمجهود متشنج وصرخ قائلا: صوفي صوفي. وأسرع مندفعا بين ذراعي المرأة، ولكن عناقهما استمر للحظة فقط، حيث أمسك الرجل الأصغر سنا بالمرأة ودفعها إلى خارج الغرفة، حتى تغلب الرجل الأكبر سنا على ضحيته الضعيفة بسهولة وسحبه بعيدا من الباب الآخر. وللحظة بقيت وحيدا في الغرفة، فقفزت واقفا تراودني فكرة مبهمة بأنني قد أستطيع بطريقة ما الحصول على دليل عن هذا المنزل الذي وجدت نفسي فيه، ولحسن الحظ لم أقم بأية خطوة. فحين نظرت إلى الأعلى وجدت الرجل الأكثر سنا يقف في مدخل الباب وهو يثبت نظراته علي. قال: هذا يكفي يا سيد ميلاس، وكما تلاحظ لقد ائتمناك على شيء غاية في الخصوصية. لم نكن لنزعجك، ولكن صديقنا الذي يتحدث اليونانية والآن بدأ هذه المفاوضات اضطر إلى العودة إلى الشرق، لذلك من الضروري أن نجد من يحل محله، وقد حالفنا الحظ حين سمعنا عن قدراتك. ثم اقترب مني وقال: هذه 5 جنيهات، وأتمنى أن تكون أجرا مرضيا بالنسبة لك. ثم دق على صدري بخفة وأضاف وهو يقهقه: ولكن تذكر، إذا تحدثت إلى أي شخص عن هذا الأمر حتى لو كان شخصا واحدا، حسنا، ليرحمك الله إذا فعلتها. لا أستطيع أن أصف لكم مدى الرعب والمقت الذي أثاره هذا الرجل الضئيل في نفسي، فقد استطعت رؤيته الآن بشكل أفضل في ضوء المصباح. كانت ملامحه هزيلة شاحبة، ولحيته المدببة الصغيرة شعثاء مهملة، وقد دفع وجهه إلى الأمام وهو يتحدث، فيما أخذت شفتاه وجفناه في الارتعاش باستمرار كشخص يعاني من داء الشلل الرعاشي. لم أستطع منع نفسي من التفكير بأن ضحكته القصيرة اللافتة للنظر كانت أحد أعراض ذلك المرض العصبي، وقد كانت عيناه مصدر الرعب في وجهه، فهما رماديتان فولاذيتان تشعان من الأعماق ببرودة وحشية وقسوة جامحة. قال: سنعرف إذا تحدثت عن الأمر، فلنا وسائلنا الخاصة، والآن ستجد العرب في انتظارك وسيوصلك صديقي إلى طريقك. أجبروني على الإسراع من الصالة حتى العرب، حيث لمحت مرة أخرى الأشجار والحديقة، وتبعني السيد لاتمر عن قرب، ثم جلس في المقعد المقابل دون أن يتفوه بكلمة. وانطلقت العربة ثانية يغلفها الصمت لفترة طويلة والنوافذ مغطى، حتى توقفت العربة أخيرا بعد منتصف الليل مباشرة. قال رفيقي: ستنزل هنا يا سيد ميلاس، وأعتذر لأنني سأتركك بعيدا عن منزلك إلى هذه الدرجة، ولكن لا يوجد بديل آخر، فأية محاولة منك للحاق بالعربة ستنتهي بأن تؤذي نفسك. ثم فتح الباب، ولم أكد أنزل من العربة حتى انطلقت مبتعدة بعد أن ضرب الحوذي الحصان. نظرت حولي بدهشة، فقد كنت في نوع من المروج العامة التي تتناثر فيها أشجار نبات شائك، وقد ظهر على البعد صف من المنازل مع ضوء متناثر هنا وهناك في النوافذ العليا، وفي الناحية الأخرى رأيت علامة الضوء الأحمر للسكك الحديدية. كانت العربة التي أحضرتني قد اختفت، ووقفت أحدق إلى ما حولي وأتساءل أين أكون، ثم رأيت شخصا قادما في الظلام باتجاهي، وحين اقترب مني عرفت أنه واحد من حمالي السكك الحديدية، فسألته: هل تستطيع إخباري ما هذا المكان؟ قال: هذه حديقة وينسارث، وهل يوجد قطار يأخذني إلى المدينة؟ إذا مشيت ميلا أو نحو ذلك حتى تصل إلى تقاطع كلافان، فسوف تتمكن من اللحاق بآخر قطار، سوف يتجه إلى محطة فيكتوريا. كانت تلك نهاية مغامرتي يا سيد هولمز، فأنا لا أعرف أين كنت ولا مع من تكلمت ولا أي شيء آخر إلا ما أخبرتك به،
لكنني أعرف أن هناك لعبة قذرة تحدث، وأريد أن أساعد الرجل المسكين بقدر ما أستطيع. لقد أخبرت السيدة مايكروفت بالقصة كاملة في صباح اليوم التالي، وبعد ذلك أخبرت الشرطة. جلسنا جميعا في صمت لوقت قصير بعد أن استمعنا إلى هذه القضية الغريبة، ونظر شيرلوك هولمز إلى أخيه ثم قال: هل قمتم بأية خطوات؟ التقط مايكروفت نسخة من صحيفة ديلي نيوز كانت على طاولة بجانبه، ثم قال: لقد وضعنا هذا الإعلان في الصحف كلها، ولكن دون أي استجابة. كان الإعلان يقول: مكافأة لمن يقدم أي معلومات عن مكان سيد يوناني اسمه بول كرادتس من أثينا، وهو لا يتكلم الإنجليزية، ومكافأة مماثلة لمن عنده أي معلومات عن سيدة يونانية اسمها الأول صوفي. ماذا عن المفوضة اليونانية؟ لقد سألت هناك وهم لا يعرفون شيئا. هل بعثتم برقية إلى رئيس شرطة أثينا؟ التفت مايكروفت ناحيتي وقال: إن شيرلوك يمتلك طاقة العائلة كلها. حسنا، فلتتابع القضية يا شيرلوك بأي طريقة ممكنة، ثم أخبرني إذا توصلت إلى أي نتيجة. أجاب صديقي وهو يقوم عن مقعده: بالتأكيد سأخبرك أنت والسيد ميلاس بالتطورات، أما في الوقت الحالي فيجب أن تحترس يا سيد ميلاس، فلا شك أنهم عرفوا أنك قد خنتهم بسبب هذه الإعلانات. مر هولمز بمكتب البريد ونحن في طريقنا إلى المنزل، فأرسل عدة برقيات ثم قال: أتدري يا واتسون، لم يذهب وقتنا سدى على أي حال، فبعض أكثر القضايا تشويقا جاءني عن طريق مايكروفت، وهذه المشكلة التي استمعنا إليها قبل قليل لا تخلو من بعض الخصائص المتميزة، رغم أنها ليس لها سوى تفسير واحد. وهل عندك أمل في حلها؟ حسنا، سيكون غريبا أن نفشل في معرفة الحل مع كل ما نعرفه عن القضية، فلا بد أنك أنت نفسك قد كونت بعض الأفكار التي يمكن أن توضح الحقائق التي استمعنا إليها. أجل، بطريقة مبهمة. ما فكرتك إذن؟ يبدو أن هذه الفتاة اليونانية قد نقلت عنوة بوساطة الشاب الإنجليزي هارلود لاتيمر. نقلت من أين؟ ربما من أثينا. هز شيرلوك هولمز رأسه وقال: هذا الشاب لا يتكلم اليونانية مطلقا، أما السيدة فتتحدث الإنجليزية بشيء من الطلاقة، وهذا يدلنا على أنها أمضت بعض الوقت في إنجلترا، أما هو فلم يذهب إلى اليوناني مطلقا. حسنا، لنفترض إذن أنها قد جاءت في زيارة إلى إنجلترا فأقنعها هارلوت هذا بأن تهرب معه. هذا أكثر احتمالا. وعندئذ جاء الأخ، حيث أظن أن هذه هي العلاقة بينهما، ليتدخل فوضع نفسه بشكل أحمق تحت سيطرة الشاب وشريكه الأكبر سنا، فقد قبض عليه واستخدم القوة معه ليوقعا على بعض الأوراق فينقل ثروة الفتاة التي قد يكون وصيا عليها إليهما، ويبدو أنه رفض أن يقوم بذلك، ولكي يتفاوضا معه كان عليهما الاستعانة بمترجم، فاختارا هذا السيد ميلاس دون سابق ترتيب، حيث يبدو أنهم كانوا لديهم مترجما آخر من قبل، كما لم يتم إخبار الفتاة بوصول أخيها لتكتشف ذلك عن طريق المصادفة البحتة. صح هولمز، ممتاز يا واتسون، أظن أنك لم تبتعد عن الحقيقة، فكما ترى نحن نملك كل الأوراق ولا نخشى إلا أن يقوم بعمل عنيف من جانبهما، فلو أمهلنا بعض الوقت فسوف نقبض عليهما، ولكن كيف سنعرف مكان ذلك المنزل؟ حسنا، إذا كان تخميننا صحيحا واسم الفتاة هو صوفي كرادست، فلن نواجه صعوبة في اختفاء أثرها، ويجب أن يكون ذلك هو هدفنا الرئيسي، لأن الأخ غريب تماما بالطبع، ومن الواضح أن بعض الوقت قد مضى منذ أنشأ ذلك الرجل هارلود علاقة مع الفتاة، بعض الأسابيع على أقل تقدير، وذلك لأن الأخ قد سمع بالأمر في اليونان ثم جاء إلى هنا، فلو أنهم كانوا يعيشون في المكان نفسه فسوف نحصل على رد على إعلان مايكروفت. وصلنا إلى منزلنا في شارع بكر في أثناء حديثنا،
وصعد هولمز الدرج أولا، وحين فتح باب غرفتنا جفل من الدهشة، وعندما نظرت من فوق كتفيه دهشت بالدرجة نفسها. لقد كان أخوه مايكروفت جالسا على الكرسي. قال بشكل عادي وهو يبتسم في وجهينا الدهشين: ادخل يا شيرلوك، ادخل يا عزيزي الطبيب. أنت لا تتوقع هذا النشاط مني يا شيرلوك، أليس كذلك؟ ولكن هذه القضية تجتذبني بشكل ما. كيف أتيت إلى هنا؟ لقد سبقتك بعربة، هل من تطورات جديدة؟ وصلني رد على إعلاني. حقا؟ نعم، لقد جاء بعد رحيلك بدقائق قليلة. وما النتيجة؟ أخرج مايكروفت هولمز ورقة وقال: ها هي، وقد كتبت بقلم حبر على ورق أبيض بوساطة رجل في منتصف العمر له بنية ضعيفة. كتب: سيدي، إجابة على إعلانك بتاريخ اليوم، أحب إخبارك أنني أعرف الشابة المقصودة جيدا، فلو رغبت في زيارتي سأخبرك ببعض التفصيلات عن ماضيها المؤلم. وهي تعيش حاليا في بيكنهام في بيت اسمه مارتلز، المخلص جي دافنبورت. قال مايكروفت هولمز: إنه يكتب من بريكستون، ألا تظن أنه يمكننا أن نذهب إليه الآن يا شيرلوك لنعرف هذه التفصيلات؟ إن حياة الأخ أهم من قصة الأخت يا عزيزي مايكروفت. أعتقد أننا يجب أن نذهب إلى المفتش غريغسون في سكوتلاند يارد، ثم نتجه إلى بيكنهام مباشرة، فنحن نعرف أن الرجل معرض للموت، وقد تكون لكل ساعة أهميتها العظيمة. قلت مقترحا: من الأفضل أن نأخذ السيد ميلاس معنا، فقد نحتاج مترجما. قال شيرلوك هولمز: ممتاز، أطلب من البواب إحضار عربة كبيرة وسنغادر على الفور. فتح درج الطاولة وهو يتحدث، ولاحظت أنه قد أسقط في جيبه مسدسا، ثم قال ردا على نظراتي: ما أستطيع القول بناء على ما سمعناه أننا نتعامل مع عصابة شديدة الخطر. كان الظلام قد حل تقريبا قبل أن نصل إلى شارع بولمول، وهناك وجدنا أن السيد ميلاس قد اختفى من مسكنه بعد أن زاره سيد محترم. سأل مايكروفت هولمز: هل يمكنك إخباري أين؟ قالت السيدة التي فتحت الباب: لا أدري يا سيدي، أعرف فقط أنه انطلق في عربة مع سيد محترم. هل ذكر السيد المحترم اسمه؟ لا يا سيدي. هل هو شاب طويل وسيم أسمر؟ لا يا سيدي، بل هو رجل ضئيل يضع نظارات وله وجه نحيف، ولكنه مرح جدا حيث كان يضحك طوال الوقت الذي كان يتحدث فيه. صح هولمز بحدة: أسرعوا، لقد أصبح الأمر خطيرا. ثم علق ونحن في طريقنا إلى إدارة سكوتلاند يارد. لقد قبض هذان الرجلان على ميلاس ثانية، وهو رجل لا يملك أي قوة بدنية كما يعرفون عنه من تجربتهم في تلك الليلة، فقد تمكن هذا الشرير من بث الرعب فيه بمجرد حضوره. لا شك أنهم يريدون خدماته في الترجمة، ولكن بعد أن يستغلوه في ذلك سوف يوقعون به العقاب جزاء خيانته حسب اعتقادهم. إن أملنا هو أن نأخذ القطار فنصل بيكنهام مع العربة أو قبلها. ولكن حين وصلنا إلى سكوتلاند يارد أضعنا أكثر من ساعة قبل أن نصل إلى المفتش غريغسون، ومن ثم خضعنا للشكليات القانونية التي تمكننا من دخول المنزل حتى بلغت الساعة 10 إلى الربع قبل أن نصل إلى برج لندن، وكانت الساعة 10:30 حين نزلنا نحن الأربعة على رصيف بيكنهام، ثم ركبنا عربة لمسافة نصف ميل لنصل إلى ميرتلز، وهو منزل واسع قاتم يقع بعيدا عن الطريق محاطا بحدائقه الخاصة. وعند ذلك صرفنا العربة وصعدنا إلى المنزل معا. علق المفتش قائلا: النوافذ كلها مظلمة والمنزل يبدو مهجورا. قال هولمز: لقد طار العصفور ولو شخال. لماذا تقول ذلك؟ لقد خرجت عربة محملة بأمتعة ثقيلة خلال الساعات الماضية. ضحك المفتش وقال: لقد رأيت آثار العجلات في ضوء مصباح البوابة،
ولكن كيف عرفت بأمر الأمتية؟ ربما لاحظت وجود نفسي آثار العجلات في الاتجاه الداخل، لكن الآثار المتجهة إلى الخارج أعمق كثيرا، إلى حد يمكننا من القول إن في العربة وزنا كبيرا جدا بكل تأكيد. قال المفتش وهو يهز كتفيه: لقد تغلبت علي في هذا، سيكون من الصعب خلع هذا الباب، ولكننا سنحاول ذلك إذا لم يسمعنا أحد. دق مطرقة الباب بشدة ثم رن الجرس دون جدوى، وتسلل هولمز مبتعدا ثم عاد بعد دقائق وقال: لقد فتحت إحدى النوافذ. قال المفتش بعد أن لاحظ كيف تمكن صديقي من خلع مزلاج النافذة بمهارة: حسنا، في هذه الظروف أظن أننا يمكن أن ندخل دون دعوة. دخل أحدنا بعد الآخر إلى الشقة الواسعة التي كان من المفترض أنها الشقة نفسها التي وجد السيد ميلاس نفسه فيها. أضاء المفتش مصباحه، واستطعنا بمساعدة الضوء رؤية البابين والستارة والمصباح، بالإضافة إلى الحلة اليابانية التي وصفت تماما. وكان على الطاولة كوبان بالإضافة إلى بقايا وجبة. سأل هولمز فجأة: ما هذا؟ توقفنا جميعا عن الحركة وأنصتنا، فسمعنا صوت أنين خافت يأتي من مكان ما فوق رؤوسنا. أسرع هولمز إلى الباب ثم خرج إلى الصالة وصعد إلى أعلى، حيث كان الصوت الكئيب قادما من الطابق العلوي. ثم تبعته أنا والمفتش، فيما تبعنا أخوه مايكروفت بأسرع ما يسمح به جسمه الضخم. واجهتنا ثلاثة أبواب في الطابق الثاني، وكانت الأصوات المنذرة بالشر تصدر من الغرفة الوسطى، حيث تنخفض في بعض الأوقات لتصبح همهمة ضعيفة ثم يرتفع الأنين ثانية. كانت الغرفة مقفلة، ولكن المفتاح كان موجودا في الباب من الخارج، ففتح هولمز الباب واندفع إلى داخل الغرفة، ولكنه سرعان ما خرج ثانية وهو يمسك بخنجره، ثم صح قائلا: إنه فحم، انتظروا قليلا وسيتبدد الدخان. وحين اختلسنا النظر إلى داخل الغرفة استطعنا رؤية أن الضوء الوحيد الموجود في الغرفة جاء من شعلة زرقاء ضعيفة تومض في مرجل نحاسي ثلاثي القوائم في منتصف الغرفة، حيث ألقت بدائرة من الضوء الأزرق الغريب على الأرض، في حين رأينا في الظل طيفا غير واضح لرجلين جاثمين على الأرض. خرج من الغرفة عبر الباب المفتوح دخان سام رهيب جعلنا نلهث ونسعل، في حين اندفع هولمز إلى أعلى الدرج ليستنشق هواء نقيا، ثم أسرع إلى الغرفة ليفتح النافذة ويلقي بالمرجل النحاسي منها إلى الحديقة، ثم لهث قائلا بعد أن خرج ثانية: سنستطيع الدخول خلال دقيقة، أين الشمعة؟ أشكه في أننا نستطيع إشعال الثقاب في هذا الجو، ولذلك أمسك بالضوء عند الباب يا مايكروفت، وسنعمل نحن على إخراجها الآن. اندفعنا نحو الرجلين المسممين وسحبناهما إلى الصالة ذات الإضاءة الجيدة. كان كلاهما فاقدا الوعي، أزرق الشفتين مع وجه محتقن منتفخ وعينين جاحظتين، وكانت ملامحهما مشوهة جدا لدرجة أننا لم نكن لنتعرف على المترجم الذي فارقناه منذ ساعات قليلة في نادي ديوجينز لولا لحيته السوداء وبنيته القوية. وقد تم ربط قدميه ويديه بإحكام، كما كان على إحدى عينيه آثار ضرب عنيف، وقد أحكم وثاق الآخر بنفس الطريقة، وهو رجل طويل ضعيف جدا، كانت على وجهه عدة أشرطة لاصقة مرتبة بشكل غريب. وقد توقف الأنين فيما كنا نضعه على الأرض، وحين نظرت إليه عرفت أننا قد تأخرنا في مساعدته. أما سيد ميلاس فقد عاش، وبعد أقل من ساعة وبمساعدة النشادر شعرت بالرضا حين رأيته يفتح عينيه، وعرفت أنني قد أنقذته. وقد كانت القصة التي أخبرنا بها بسيطة كما أنها أكدت استنتاجاتنا، فقد شعر برعب شديد حين دخل زائره إلى مسكنه وسحب مسدسا من كمه وهدده بالموت الفوري المؤكد، وبذلك تمكن من اختطافه للمرة الثانية. وكان تأثير ذلك الشرير الضاحك على المترجم التعس يشبه التنويم المغناطيسي، فلم يكن ليستطيع الكلام عنه دون أن ترتعش يداه ويشحب وجهه، وقد أخذوه بسرعة شديدة في المقابلة الثانية التي كانت أكثر إثارة من الأولى، حيث هدد الرجلان سجينهما بالموت الفوري
ما لم يذعن إلى مطالبهما. وأخيرا حين وجداه صامدا أمام كل التهديدات أعاداه إلى سجنه. وبعد ذلك قام بتوبيخ ميلاس بسبب خيانته التي ظهرت في إعلان الصحف، ثم أفقده الوعي بضربة عصا، ولا يتذكر شيئا بعد ذلك حتى وجدنا ننحني فوقه. كانت تلك هي القضية الغريبة للمترجم اليوناني، وما زال تفسيرها يشوبه بعض القموض. وإن كنا قد تمكنا عن طريق السيد المحترم الذي رد على الإعلان من معرفة أن هذه السيدة التعسة الحظ من عائلة يونانية ثرية، وأنها كانت في زيارة لبعض الأصدقاء في إنجلترا حين قابلت شابا يدعى هارلود لاتيمر وقد سيطر عليها، أقنعها بالهروب معه، فذهل أصدقاؤها مما حدث وقاموا بإبلاغ شقيقها في أثينا، ثم نفضوا أيديهم من الموضوع. أما الأخ فحين وصل إلى إنجلترا ووضع نفسه بحماقة في قبضة لاتيمر وشريكه الذي يدعى ويلسون كامبر، حيث أصبح عاجزا بين أيديهم بسبب جهله باللغة، وقد احتفظ به سجينا وحاول أن يجبره على التنازل عن ممتلكاته هو وأخته عن طريق القسوة والتجويع، وقد قاما بسجنه في المنزل دون علم الفتى، ولذلك وضع الشريط اللاصق على وجهه لإخفاء ملامحه حتى لا تتعرف عليه في حال لمحته مصادفة، وإن كانت غريزتها الأنثوية قد استدلت عليه في الحال رغم التمويه عندما رأته للمرة الأولى وقت زيارة المترجم. وقد كانت الفتاة المسكينة نفسها سجينة، حيث لم يكن في المنزل أحد سوى الرجل الذي يعمل حوذيا وزوجته، وهما أداتان في أيدي المجرمين. وحين عرف الشريران أن سرهما قد انكشف وأن سجينهما لن يذعن لهما، هرب مع الفتاة من المنزل المفروش الذي كانا يستأجرانه، وكان ذلك قبل وصولنا بساعات قليلة بعد أن قاما أولا حسب اعتقادهما بالثأر من الرجل الذي تحداهما والآخر الذي خانهما. بعد ذلك بعدة شهور وصلتنا قصاصة مثيرة للفضول من إحدى صحف مدينة بودابست تنص على أن رجلين إنجليزيين كانا يسافران برفقة امرأة قد لقيا حتفهما بطريقة مأساوية، ويبدو أن كليهما قد طعن. وترى الشرطة المجرية أنهما كانا يتعاركان فأصاب كل منهما الآخر بجراح مميتة. أما هولمز فله طريقة مختلفة في التفكير كما أظن، فهو يصر حتى اليوم على أن الفتاة اليونانية هي وحدها التي تعرف كيف تم الانتقام ممن أجرم في حقها وحق أخيها.